السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام، أهلا بحضراتكم في يوم جديد وتفسير جديد مع برنامجكم أحلامنا الجميلة على قناتنا المفضلة الصحة والجمال. أهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المحبوب سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا بحضراتكم، النهاردة إن شاء الله في البرنامج أحلامنا الجميلة هنستقبل تليفوناتكم على الهواء لتفسير مناماتكم وأحلامكم إن شاء الله، وربنا يقدرنا يا رب نقدر نفيدكم ونقدر نفيد حبايبنا والناس اللي بتواصلوا معانا يا رب العالمين. وقبل طبعا ما اتكلم في أي حاجة بعزي الشعب المصري على حادث القطار وعلى الحوادث القطار اللي حصلت قبل كده وحادث القطار، وبعزي أهلنا وبعزي الشعب المصري، وبقول للأموات لأهل الأموات ربنا يصبركم، ربنا يربط على قلوبكم يا رب الصبر والسلوان، ربنا يرحم أمواتكم فهم من الشهداء رحمة الله عليهم، وشفى الله المرضى والجرحى بحق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم النهاردة. النهاردة هنتكلم النهاردة في حلقتنا اليوم عن رمز جديد من رموز تفسير الرؤية والمنام، هو بيشغل بال حبايبنا وبيشغل بال ناس كتير من الرجال والنساء المتزوجين والغير متزوجين، وهو رؤية الحذاء. أعزكم الله، رؤية الحذاء رؤية طيبة جدا في المنام يا جماعة، ولكن بحسب نص وإشارات ورموز الرؤية. رؤية الحذاء في المنام طبعا هنتكلم فيها للعزباء، للمتزوجة، للمطلقة، للأخ الرجل الأعزب والمتجوز اللي عايز يفتح مشروع اللي عايز يسافر. منامات مهمة جدا جدا بنشوفها في حياتنا، بس ما نشغلش بها نفسنا قوي إلا إذا كانت رؤية من الله سبحانه وتعالى. كتير جدا بيبقى فيه أضغاص، وإحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأضغاص وعن العقل الباطن وعن حديث النفس، ولكن لازم اهتم قوي بالرؤية من الله سبحانه وتعالى. إذا تكررت الرؤية، إذا كانت الرؤية مبشرة، إذا كانت الرؤية فيها خير، بقوم من نومي كده ببقى فاكرها بالنص، ما بنساش منها حاجة أبدا. وكما قلت في الحلقات السابقة وقلت كتير جدا يا جماعة، الرؤية لا من الله سبحانه وتعالى لا تنسى أبدا 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 لا تنسى. 40 50 60 سنة تفضل الرؤية في قلبك وفي رأسك، أنت عارفها بالنص. النهاردة هنتكلم عن رؤية الحذاء في المنام وألوانه، ورؤية الأنسة في المنام. نبدأ بالأنسة كده الأول اللي هي العزباء، إذا رأت في المنام رؤية الحذاء. طيب معانا اتصال. معانا اتصال من الأستاذة هبة. أهلا يا فندم بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذة هبة. ازيك ازيك فضيلة الشيخ؟ والله بخير، نحمد ربنا، كل عام وأنت طيبة يا فندم. وحضرتك بصحة وسلامة. اتفضلي. أنا والدتي متوفية. رحمة الله عليها وأسكنها الجنة يا رب. كانت مرات أخويا شافت يوم ما هي توفت، يعني قبل ما تتدفن بالليل، كانت رأت رؤية كده، فشافت كأن الدنيا ضلمة وفي نور كده رايح جاي. معلش يا أستاذة هبة، أنا آسف إن أنا هقاطعك، أنا عايز بس أعرف إمتى الرؤية، وماما ماتت بقالها قد إيه؟ يعني هي يوم ما مامتي ماتت هي دفنت الصبح، فهي يعني هي بقت بالليل ودفنت الصبح، هي اتكلمت بالليل قبل ما تتدفن. تمام يا فندم. شافت كأن الدنيا ضلمة كده، بس في نور رايح جاي كده في الجو، واحنا واقفين بتقول الهواء كان حلو، الجو حلو يعني، واحنا مبسوطين وعمالين نقول هي دي الروح هي دي الروح، وكانت بتقول في ريحه حلوه كده والجو كان حلو يعني. تمام. واحنا عمالين نقول هي دي الروح بس. الله، كده 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 كلما تكون الرؤيه قصيره في كلماتها بتكون رؤيه مبشره من عند ربنا سبحانه وتعالى، فلما تلاقوا يعني الروح جميله او النفس جميل، فده دليل على ان امك رحمه الله عليها اسكنها الله الجنه والفردوس الاعلى، فهي يعني من الناس اللي هي ربنا سبحانه وتعالى هيريحها في قبرها، هيسعدها في قبرها، بتجي تبشركم بتقول لكم انا مرتاحه. بصوا انتوا لنفسكم، صلوا
اهتموا بربنا سبحانه وتعالى، ولكن انا ان شاء الله في حال طيب جدا جدا وفي خير. ولكن لو الاستاذه هبه لسه معايا اسالك سؤال. طب الاستاذه هبه انقطع الاتصال. طبعا انا ببشرها بان والدتها ما شاء الله ان هي يعني مرتاحه في قبرها، لان الروح جايه بمنظر جميل، او هم شامين رائحه طيبه كده، فده دليل على ان امها منعمه ان شاء الله، وربنا يغفر لها يا رب، والله اعلى واعلم. النهارده هنتكلم عن رؤيه الحذاء في المنام للانسه. كتير جدا جدا من الانسات والاخوات المحترمين جدا بيتواصلوا معايا فيقول لك انا شفت في المنام حذاء. يعني البنت بتقول انا شفت في المنام حذاء، او شفت في المنام اتنين حذائين اعزكم الله. فطبعا انا بسالها على طول، بقول لها هل تقدم لك، يعني حد عايز يقدم لك للزواج، او حضرتك بتسعي لعمل؟ ما هو الحذاء مش لازم يكون عريس. طبعا احنا المفسرين تكلموا عن هذا الامر كثيرا جدا جدا، ان الحذاء هو الزوج، الحذاء انه في عريس جاي يتقدم للعزباء. ولكن احيانا ايضا ان الحذاء بيدل برضك على العمل وعلى السعي الى العمل. طيب هنا البنت لو وجدت في المنام انها ياتي لها في المنام حذاء بترتديه بتلبسه، وكان الحزام ده مناسب على مقاسها بالظبط، شكله جميل قوي قوي، كعب عالي اسمر بيلمع، فانا بقول لها على طول، والمنامات دي بتتكرر يا جماعه. انا النهارده اتكلمت في الموضوع ده لان يعني بيوصلني من المنامات دي كتير جدا جدا، وبيكونوا شاغلين بالهم وخايفين، وطبعا في بيفسر ربنا بيكون معاه بيجيبهم، وفي طبعا اللي ممكن يفسر خطا فبيرعب اللي قدام منه. فانا بقول لكل انسان فسر منامك عند اللي تثق فيه، فسر منامك اول ما يسالك، واول ما تكلمه، واول ما يسالك وتقول له المنام، ويجي يسالك في منامك تلاقيه بيجاوبك في امور فعلا بتكون مظبوطه شويه معاك. خلي بالك معانا اتصال. معايا ام رنيم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو يحيى اهلا يا فندم، كل عام وانت طيبه. حضرتك طيب يا رب، اوكي ربنا يبارك في حضرتك ويوفقك يا رب. يا رب امين يا رب. معايا بس تفسير كده حلم لو سمحت تقولولي. بنت اختي هي اسماء مان، وعندها ولد اسمه يوسف، طفل يعني عنده 10 شهور او 11 شهر. ما شاء الله. هي حلمت النهارده ان هو كان مثلا يعمل اكلها اكل كتير ورجع ترجع كتير، فهي بتقول يعني خايفه، مش عارفه ده تفسيره ايه يعني. طب هي حلمانه ان هي بتاكله كتير وبعدين رجع كتير. لا ما شاء الله، ما تخاف، قولي لها تطمئن على ابنها، هو 10 اشهر يعني طفل رضيع، فهو اصلا يعني رؤيته في المنام هتبقى جميله لها. فانا بقول لها ابشري خير، ما تخافيشي. اذا كان ابنك بيعاني من حاجه، فالترجيع ده في المنام بيدل على زوال ما يعاني منه الطفل ده، تمام كده؟ ولكن تهتمي بيه جيدا في التغذيه، تهتمي بيه جدا، ان هي على طول باستمرار تتواصل مع طبيب، ان هي تشوفه باستمرار وتشوفه يعني بيعاني من ايه او عنده ايه. ولكن ترجعه في المنام بيؤكد ان شاء الله، ان شاء الله لو عنده حاجه هتزول عنه قريبا جدا جدا، والله اعلى واعلم. ربنا يخليه لها يا رب. يا رب ربنا يبارك في حضرتك. في منام تاني ولا حاجه يا فندم؟ ربنا يخليك، جزاك الله كل خير عنك. تحت امرك، كل سنه وانت طيبه، والله اعلى واعلم. طيب هنا هنتكلم تاني يا جماعه، ونرجع لموضوع الحذاء للانسه، والموضوع يطول شرحه وكبير جدا. أنا بقول الأنسة إذا رأيت في المنام حذاء وترتديه، وكان شيك، كان جميل، كان مناسب، كان على قدك، ولقيتيه كعب عالي ما فيهوش أي عيوب، خلي بالك من الحتة دي، وهتكلم معاكم بالتفصيل إن شاء الله، وأقدر أفيدكم بإذن الله يا رب، أقدر أفيدكم. ولقيت الحذاء مناسب على قدك وتقدم لك عريس، أنا بقولك توكلي على الله، لأنه إن شاء الله هيكون مناسب. طيب معانا الفنانة الأستاذة إيمان مسعود، أهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا أنقى القلوب اللي قابلتها في حياتي. إزيك يا أستاذة إيمان، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يخليك يا أبو يحيى ويزيدك، وحضرتك عارف أنا مش بجامل.
ربنا يعني يخليك ربنا يا رب، يزيدك من علمه ومن نعيمه يا رب. ربنا يخليك. الفنانة إيمان مسعود بنت المرحوم الفنان محمود مسعود الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا. والاتصال ده، الاتصال ده ما شاء الله يعني منورني بجد والله يا أستاذ إيمان. ربنا يخليك يا رب، أنا بحبك في الله وبحب أسرتك وحضرتك عارف يعني. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. ويبارك فيك. أنا بس حابة أقول إن فعلا في ناس بتفتي كتير في الحياة، وأنا قابلت وصادفت ناس كتير للأسف لا يمت للتفسير الصحيح بصلة، وحضرتك فعلا من الناس اللي ربنا من عليهم بنعمته بتفسر بجد يعني. أنا واحدة من الناس، حضرتك فسرت لي حاجات كتير وطلعت بالظبط، يمكن بعدها بشوية يمكن في وقتها، بس فعلا فربنا يزيدك يا رب. وفاكر منام بابا الفنان محمود مسعود الله يرحمه، والمنام الاخراني اللي انت قلت لي فيه كان لابس جلابيه بيضة وكان منور. ايوه، وكان بيحمد. بالمناسبه بقى، معلش يا ابو يحيى هعطل حضرتك، على راسي اخويا حلم، ربنا يخليك يا رب. اخويا حلم كده حاجه بسيطه من يومين، اللي هو نازل في الشارع وقابل صديقه ده كان اسمه سيد الله يرحمه، متوفي وتوفى في سن صغير الله يرحمه. الله يرحمه. وقابل بابا بس ما حصلش بينهم حوار، ودخل على الصيدلية اللي كان فيها دكتور إبراهيم برضو الله يرحمه، فدخل بيقول له الله، هو في إيه؟ هو أنا مع عمالة قابل أموات، كلكم أموات؟ فرد عليه دكتور إبراهيم قال له مش عرفك، مش يمكن أنت اللي ميت وصحي من الحلم. يا أستاذة إيمان. أيوه. الأستاذ أحمد أخوك طبعًا صح؟ طبعًا. طب أنا عارف إن الأستاذة إيمان بتصلي وملتزمة بالصلاة. أحمد، الحمد لله. أحمد قبل رمضان نسي شوية الصلاة؟ دي حقيقة. طب ليه يا عم أحمد لو سامعني؟ ليه؟ دي طيب. حقيقة للأسف. أنت عارفة طبعًا يا أستاذة إيمان إن الميت بينقطع عمله من الدنيا، تمام؟ أيوه. أيوة. ولكن بيخش في العالم البرزخ ما بيبقاش ميت، احنا بنبقى فاهمين غلط، ده بيسعى وينعم. أيوة. اهل الجنه، وطبعا ان شاء الله الاستاذ محمود مسعود من اهل الجنه، ومنامات كتير انت قلتها لي بتاكد ان هو رجل صالح وراجل كان قلبه طيب، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيبصش للخارج، كان بيبص للقلب. فمن منامات فسرتها لك كتير ان هو كان انسان طيب وطاهر وجميل وبيساعد كل اللي كان بيحبه. فأنا بقول للأستاذ أحمد، الميت ليس من دفن في القبر، ولكن الميت من أهمل الصلاة وأهمل ذكر الله. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش يأكلهم، مش يشربهم، مش يتجوزهم، مش يتهنوا، مش يمشوا، لا، ده أنا خلقتهم علشان يصلوا، يذكروني، يقرأوا القرآن. فهنا يا أستاذ أمان، الأموات إذا جاءوا في المنام ليسوا مخالفين للكتاب والسنة، يعني مش مخالفين للكتاب والسنة، أعرف إن هذه رسالة موجهة من الله سبحانه وتعالى، يقول لأخيك فيها لا تجعل نفسك كالميت، لأن الميت بيخش القبر مات، انقطع عمله، ما عادش بيصلي ولا عاد بيصوم ولا عاد يعرف يعمل حاجة. طب الحي لسه عايش بيصلي، لسه لسان بيذكر، لسه ليه أذن بيسمع بها القرآن الكريم، فلا تجعل نفسك كالميت وارجع إلى الله يا أستاذ أحمد. وطبعا أنتوا ناس طيبة جدا، ولكن ممكن يكون هو أهمل شوية في الصلاة، وإن شاء الله ربنا يا رب يبارك له ويرجع تاني للصلاة، وندعي له أن ربنا يهدي ويهدينا يا رب العالمين. اللهم أمين. هو التزم من أول رمضان، حتى أنا قلت له شيخ أبو يحيى هيقول لك دي رسالة، دي رسالة ان انت تلتزم بقى لغاية يعني بقية العمر كله. ما انت شاطرة في التفسير، ولما باجي افصلك بتلاقيكي بتفصلي معايا. ربنا يخليك، يعني انا اجي ايه بس جنب حضرتك، دي نعمة ربنا مديها لك، ربنا يزيدك. ربنا يا يخليك. ربنا يخليك، وشكرا على اتصالك يا استاذة ايمان، شكرا جدا جدا جدا، كل عام وانت طيبة. معانا اتصال تاني، الام احمد اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عايزك تفسر لي منام. اموريني يا حاجة تحت امرك. ابني عنده 21 سنة. ربنا يبارك لك فيه. امين يا رب. حلمت ان هو قاعد ولابس تيشيرت ابيض، وبعدين انا قاعدة في ريحه وجسمه اتملى من اول راسه لغاية اخره في القعدة صراصير، اللي هي الكبيرة بتاعتنا دي. يعني هو لابس تيشيرت ابيض.
واتملى جسمه صراصير. صراصير. اه. وبعدين الصراصير دي نطت في حجري وانا قاعده جنبه، هو قاعد انا قاعده يعني هو قاعد كده، انا قاعده بجيح بس انا قاعده بزاويه جنبه كده في الجنب بتاعي. الصراصير دي وقعت في حجري منه هو. فانا من يومها الحلم ده بخايفه منه مش عارفه بتقول ايه. يا ست الفاضله، يا ست الفاضله، خلصت منامك ولا لسه في حاجه؟ نعم؟ لسه في بقايا للمنام؟ المره بقى ومره ثانيه حلمت نفس الصراصير دي خارجه من ركبتي انا، من رجلي. تخرج من ركبتي انا الصراصير بنفس لون الصراصير بكميتها الكبيره ديت، اكن ركبتي دي مفتوحه وبيخرج من الساق ده بتاع صراصير برضو منها، وانا وكنت خايفه ومرعوبه منها. فايه انا عايزه احضرك لا طب خليكي معايا ما تقفليشي عشان هسالك. ماشي. انت بتقولي ابنك ربنا يبارك لك فيه لابس تيشيرت ابيض 31 سنه. لا 21 سنه. تمام. انا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. ابنك اليومين دول او الفتره اللي فاتت يعني الدنيا ملخبطه معاه قوي قوي، وفي عناء بيمر به؟ في عناء، وفي عناء معايا انا بالذات، انا ابوه نزل علينا كره ونزل علينا تمرد ونزل علينا حاجات كتير. يا حاجه طب اسالك سؤال تاني معلش. انت طبعا ليكي اخوات رجال صبيان ذكور صح؟ واحد عندي، اخ واحد. طب احوالك ايه معاه؟ انت معاك متخاصمه معاه او في تاتش ما بينك وما بينك؟ لا لا، العلاقه بيني وبين اخويا كويسه، انه اخ واحد وانا الكبيره وبالعلاقه كويسه. طب الحمد لله رب العالمين. طيب احوال رزقك ايه يا حاج؟ احوال الرزق عندك ايه؟ متلخبط شويه؟ والله في تعثر في الرزق شويه. ايوه الحمد ربنا. طيب انا هطلب منك طلب. اتفضل. اولا يعني قولي لابنك ربنا يا رب يبارك لك فيه يلتزم بالصلاه والذكر، واظن ان هو بيصلي. ما بيصليش. ما بيصليش؟ لا مش قادر عارف الصلاه. لا قولي له لازم يصلي، يهتم بالصلاه. مش راضي يسمع كلامه ويصدق لي. لا لا، لان ليه اعداء، ليه اعداء. وعايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا يا حاج. طب اسمعيني من التلفزيون. طبعا الاخ الكريم ربنا يا رب يهديه ويهدينا اجمعين، لما يلاقي صراصير عليه والصراصير بتيجي على والدته، ده دليل على اعداء محاوطينه. وطبعا انا لما سالتها بيصلي قالت لي لا ما بيصليش. فطيب دلوقتي ممكن الاعداء يكونوا اصدقائه، ممكن يكون حد محيط بيك، ممكن حد بيحقد عليه. مش لازم اما اقول لك عدو يبقى حد بيعمل لك سحر، حد عايز يقتلك، حد عايز يسرقك. العدو كل يعني من يؤدي اليك او ياتي لك بشيء غير محمود، يعني ممكن يكون حد بينظره، كل ممكن يكون حد بيحسده، حد بيحقد عليه. طب هنا العدو ممكن ما يكونش بني ادم، ممكن يكون الشيطان. طب ليه؟ لانه ما بيصليش، والصراصير اللي عليه دي ممكن تكون مجموعه من الشياطين بتمنعه عن ذكر الله وعن الصلاه، لان دي مهمتهم ان هم يمنعوا البني ادم عن ذكر الله وعن الصلاه. الحاجه الفاضله بتقول ان الصراصير بتيجي عليها منه، فده دليل على ان ربنا يهديه. بقول له من هنا مالكاش بركه الا امك، ما تضايقهاش بكلام، لان لما يجي عليها صراصير منك يبقى انت بتضايقها بكلام وبتقولها كلام مش كويس. الحاجه لما لقت في ركبتها صراصير وبتطلع، ان شاء الله ربنا يعفو عنك يا حاجه ويزول عنك الهم بحق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لان انت قلتي انت عندك ضيق مادي، فربنا يفرج عنك يا رب. لان طبعا الرجل هي التي تسعى الى العمل، فاذا كان بها اعاقه او بها زي صراصير او بها حاجه، فيكون الانسان بيعاني من ضيق مادي او بيعاني من امور. فانا بقول لك التزمي ذكر الله، وربنا ان شاء الله هيبعد عنك الهم والحزن. اللهم امين. معانا الاستاذه شاهد اتصال. اتفضلي يا استاذه شاهد، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخنا لو سمحت، انا دايما بحلم ان انا برجع تجربه يعني. لا 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 لا، اقف في حته شبكه عشان الخط ما يقطعش عليكي وعشان اقدر افصل لك منامك. نعم؟ اقفي في حته فيها شبكه عشان اقدر افصل لك منامك. ماشي. احنا بنحلم ان طفل صغير. بتحلمي بطفل صغير؟ برضع طفل صغير. بترضعي طفل صغير؟ او جوزي بيحلم ان محفظته فيها فلوس يعني ومال. وجوزك معاه في محفظته فلوس؟ تمام. بس كده؟ طب انا اسالك سؤال. نعم. انت عندك اولاد قد ايه؟ نعم. عندك اولاد قد ايه؟
ما معيش غير بنت واحدة ولسه ربنا ما كرمنيش تاني ليه 10 سنين. عندك بنت واحدة بس؟ طب عمر حضرتك كام سنة؟ نعم؟ عمر حضرتك عمرك؟ عمري 35. يا رب يرزق، يا رب يرزقك بالخلفه تاني يا رب العالمين. ولكن في سؤال، انت حضرتك ليك احيانا ممكن يكون للانسان فلوس خاصه من اهله ومن عيلته، فهل حد ممكن يعني لو انت معاكي فلوس بحد جوزك ممكن ياخدها منك او حد من أو من بنتك بتاخدها منك بتصرفي عليها من فلوسك الخاصه؟ نعم. ممكن يكون معاكي فلوس خاصه بكي، ممكن حد مثلا جوزك بياخد بيطلب منك فلوس او بنتك بتطلب منك فلوس؟ لا كتير. نعم؟ يعني انا بذكي وبطلع فلوس. ما شاء الله عليك، انت بتذكي وبتطلعي فلوس، وده دليل على ان انت بترضعي هنا الطفل. طب اسمعيني من التلفزيون يا فندم، ده دليل على ان انت حضرتك بترضعي طفل. طبعا المرأة حينما ترضع الطفل طبعا لبنها بيطلع من ثديها، فالطفل بياخد منها. وطبعا هنا الرضاعة دي بيكون الإنسان ده بينفق شيء طيب جدا. ليه؟ لأن طبعا ابنها بيكون حتة منها، لما هي بتيجي ترضعه بتكون حضناه، بتكون بتديله أعز ما عندها. فلما هي ترضع الطفل وقالت دلوقتي إن هي بتخرج صدقة أو بتطلع حاجة لله، فأنا بقول لك ربنا هيتقبلها منك. استمري على هذه الصدقة، استمري على الفعل الخير، ربنا يوفقك وربنا هيفرحك، والله أعلى وأعلم. معانا الأستاذة إسراء من اسكندرية. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتكم بخير جميعا. وأنت طيبة وبخير ورمضان كريم عليك وعلى أهل اسكندرية أجمعين. اللهم آمين يا رب. حضرتك أنا حلمت إن أنا بفتح محفظة بتاعتي ولقيت فيها 400 جنيه. تمام. كل 200 لوحدها. بس كده. طب أسألك سؤال بعد إذن حضرتك. اتفضل حضرتك. جوزك اخباره ايه؟ يعني اخباره ايه معاكي؟ هل في يعني معلش شويه نكت كده صغيرين او الدنيا ملخبطه؟ لا والله الحمد لله حياتي زي الفل والله، بس مساله الخلفه شويه لسه ما حصلتش يعني. ما هو ده طبعا يعتبر برضك حاجه مضايقاكوا طبعا. ايوه تمام. طب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. طيب هو هنا طبعا الرقم 400 ان شاء الله، ربنا يا رب يبارك لك في صحتك وجوزك ويجعلك ان شاء الله لك ذريه طيبه جدا تفرحي بها وتسعدي بها وتجوزيهم كده، وان شاء الله يبقى لك خلفه. طيب ولكن انقسم ال 400 الى 200 و200. معلش انا بقول لحضرتك خدي جوزك انت وجوزك واكشفي عند طبيب يكون ماهر، طالما انت معكيش خلفه خدي جوزك وروحي عند طبيب يكون ماهر واكشفي عنده والتزمي بالعلاج، واسالي جيدا قوي على طبيب يكون كويس قوي قوي وتعالجي عنده. لان انا اظن هنا في منامك هنا لما طلع من المحفظه 400 منقسم الى 200 و200 ان انت عندك مشاكل او جوزك عنده مشاكل، انتوا الاثنين عندكم مشاكل. تمام. طيب روحي للطبيب. وعايز حاجه مهمه جدا 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 ان انت تخرجي صدقه لله وللايتام وللفقراء بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الحمل والخلفه، وان شاء الله قريبا جدا جدا عشان الجايه يكون معاك عبد الله او احمد او محمود، والله اعلى واعلم. شكرا يا فندم. طيب هنكمل رؤيه الحذاء، وزي ما قلنا لو البنت العزباء رات ان هي لابست حذاء جميل شكله شيك جدا وتقدم لها شخص للزواج بقولها توكل على الله، ولكن إذا قالت للمفسر في المنام أو رأت في منامها الحذاء واسع شوية، الحذاء فيه ثقب من الأمام أو من الخلف، الحذاء نص لون والنص التاني لون، أنا بتوقف معها وبقول لها استوب، في إيه يا أبو يحيى ده الحذاء شكله جميل وكعب عالي، إيه يعني لما يكون شوية واسع؟ إيه يعني لما يكون شوية فيه ثقب صغير مش باين؟ لا أنا بقول لها إن ده هيكون عيب في الشخص ده لأنه مش على مقاسها، لأن زي ما أنا قلت سابقا إن الله سبحانه وتعالى جميل ويأتي بالجميل، فلما يجيب لك منام وبيبشرك بالزوج الصالح هيكون ربنا جايب لك كل حاجة مظبوطة ما يكونش فيها عيب. طيب لما تلاقي هنا فيه العيب الحزام واسع أو فيه ثقب، أعرف إن الشخص اللي جاي لك في الطريق ده هيكون فيه عيب صغير أو فيه عيب كبير. طبعا انا لازم ابينهولك لان في ناس كتير انا بقول لها ده في عيب، انت صغير، طب ممكن يكون مثلا فقير،
ممكن يكون مثلا تعلمه مش قد كده، ممكن يكون كذا، ممكن يكون نرفوز، ممكن يكون. فانا بقول لها انا بعرفك علشان بعد كده في يوم من الايام ما تكبرش المشكله وتحصل طلاق، يحصل انفصال، وكتير حصل كده. فانا بقول لها صلي استخاره له، اسالي عليه جيدا علشان ما تتعبيش نفسك في الاخر وترهقي نفسك وتوافقي، وبعد كده تقولي يا ريتني سمعت المفسر، او يا ريتني ما كنت اتجوزته، او يا ريتني ما كنت اتخطبت له. تمام كده؟ طيب، عشان ما اخوفش برضك ويكون في جاي عريس كويس ويكون الحذاء شكله جميل واحمر او شكله فضي او شكله ابيض او كوتشي، ويكون في مثلا واسع سنه او في ثقب صغير او لون ولون، وتقوم صاحبة المنام في المنام تقول ايه بقى؟ طب انا هصلحه، او انا ايه هحاول بقدر الامكان في المنام، ما بيجي كده وجالي منامات كده، ان انا بشوف في المنام ان الحذاء طلع واسع شوية وتوائمت معاه، يعني قدرت ان انا امشي فيه كده. انا بقول لها ان انت هتعرفي الشخص اللي جاي يتقدم ليكي فعلا، هتعرفي العيب اللي فيه وهتقولي انا همشي معاه، هعالجه وهستحمل عيبه. فانا بقول لك توكل على الله طالما انت عرفت العيب. طيب، هنا يا ابو يحيى، لو البنت دي مش متقدم لها عريس وشافت الحذاء برضك في ثقب او واسع ومفيش عريس جالها، طب انا بسالها انت رايحه مشوار في رزق، انت مسافره او انت مسافر، رايحه تشتغلي؟ طيب اقول لك خلي بالك الشغلانه اللي جايه لك برضك هيكون فيها حد هيضايقك، الشغلانه اللي جايالك ممكن تتعبي فيها شويه، فبقول لك على طول دوري على شغلانه تانية طالما الجزمه واسعه او فيها ثقب او مش مظبطه معاكي وانت رايحه تشتغلي، بقول لك ابعد الشغل دون، ممكن يجيلك من ورا منه الاذى او التعب او الهموم. طيب، لو قلت لي برضك بنفس النطاق انا شفت الحذاء وكان واسع او مقطوع او في ثقب او وتوائمت معاه كده وعشت معاه وتعايشت معاه وقدرت ان انا اظبطه، يبقى انت لو راح تشتغل او شفت شغلانه يبقى انت هتتمكني من الشغلانه دي وهتقدري تواجهي كل مشاكل قدام منك وهتعرفي تشتغلي في الشغلانه دي. والله اعلى واعلم. معانا الاستاذه اسراء، اهلا بحضرتك يا فندم. معانا اتصال الاستاذه اسراء، اتفضلي. انا السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وانت طيبه يا فندم. ممكن حضرتك تقف في حته فيها شبكه، مش سامع حضرتك. الو الو كده تمام؟ اتفضلي كده يا فندم، اتفضلي. ايوه ماما، حلمت فيها على رجلها على رجلها، يعني الحبر الاسود ما تفهمش من الكلام ده. طبعا ماما ايه يا فندم؟ ماما ايه؟ حلمت ان في كتاب على رجلها بالاسود. تعالي، حلمت في كتاب على رجلها بالحبر الاسود. مكتوب على حجرها على رجلها بالحبر الاسود؟ اه، والكتابه دي فيها كلام كتير بس ما تفهمش منه، يعني افلام بس. لا انا مش سامع يا فندم والله. بقول لك في حلمت ان في كتابه بالحبر الاسود على رجليها بالحبر الاسود. اه تمام، كملي اتفضلي. والكتابه دي هي بس منها غير الف. والكتابه ايه؟ ما بس انها ما عرفتش تقرا اي حاجه منها غير الف لام باء، بس هي كتبت بس مش فاكره عن ايه الكلام المكتوب، بس هي مش بالضبط معين. طيب بس كده ولا في حاجه تاني؟ الو. طب شكرا معاك يا فندم، معلش الاتصال اتقطع، عودينا الاتصال تاني يا فندم معلش. طيب هنرجع تاني للحذاء يا فندم، هنرجع تاني للحذاء يا جماعه، ونقول الحذاء للمراه المتزوجه هو جوزها، بيدل على الزوج اذا كان جميل واذا كانت لابساه ومريحها فبيكون جوزها مريحها في عيشتها، اذا كان الحذاء في رجليها مضايقها او شكله بقى قديم او مقطوع فده بيدل على ان زوجها برضك على زوجها مضايقها وتعبها في حياتها. الحذاء له تفسيرات كتير من الوانه، اللون الابيض بيدل في المنام على الرجل الطيب ذو دين، الرجل ذو الخير،
الحاجات الحلوة برضو هنا في المنامات اللي بتدل على الحذاء ما يكون كويس جدا جدا، الكوتشي. الكوتشي لما يكون أبيض وكوتشي جديد والبنت بتلبسه وبتكون فرحانة بيه وجاي على قدها، ده بيدل على إن هو هيجي لها شخص قوي البنيان، شخص مهم جدا، شخص جميل، شخص وسيم، وهتسعد بيه جدا جدا وهتكون فرحانة بيه قوي قوي قوي. ورؤيته في المنام الكوتشي بيبقى جميل قوي، بس برضو لما ما يكونش فيه عيوب، لما يكون مناسب لها، لما يكون ما فيهوش أي عيوب. رؤية الحذاء في المنام رؤية طيبة جدا جدا. معانا اتصال من الأستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا أستاذ أحمد. أنا عندي حلم عايز أحكيها لك. تحت أمر حضرتك. اتفضل. حلمت إن أنا واقف عندنا فوق على السطح وشايف طيارات رايحة جاية في الجو ماشيين. تمام. فبيجي منها لغمات. بيجي إيه يا أستاذ أحمد؟ يعني أنا دلوقتي سامعني؟ اتفضل اتفضل. انت بتشوف طيارات فوق بيتكم بتطير. وجع منها دورات. وجع منها. انا رحت انا وامي وابويا ومرت. وقع منها ايه؟ تمام اتفضل. دورات. اضرب فوق اضرب بتجع من الطيران. تمام تمام. بس كده ولا في حاجه ثانيه؟ انا ومرتي وابويا بنشوف المضرب دي بيفتحها لقينا فيها كل واحد طالع له 2000 جنيه. تمام. هو ومراتك وابوك والظروف كل واحد طلع لي 1000 جنيه فما رضيتش ان انا اخدها انا واتضايقت للحلم وكده. طيب تمام. خلص الحلم ولا لسه في حاجه؟ يا استاذ احمد. لا تمام كده. طيب يا حبيبي شكرا يا حبيبي، اسمعني من التلفزيون ان شاء الله. طيب ان شاء الله لما تشوف يا استاذ احمد طيارات بتعدي عليك من بيتك، الطيارات هنا بتكون جميله جدا في المنام، اشاراتها بتدل على ان صاحب المنام له امنيات كثيره جدا جدا. ليه؟ لان الطيارات بتطير. ويقول ابن سيرين في تفسير هذا في هذا النوع من الرموز، الطيران او الطيارات بيكون هذا الانسان كثير الاماني، يعني بيحلم كتير بأماني، بيحلم كتير ان ربنا يديله، وعايز حاجات كتير تتحقق له وامنيات تتحقق، وده بيدل على ان هو النوعيه دي بيكون قلبها طيب قوي قوي قوي. فلما بيلاقي ان اظرف بياخد اظرف واخواته بياخدوا 2000 او حد بياخد 2000 وهو بيفتح الظرف بياخد 1000 جنيه واحد بس، فده دليل على ممكن يكون حضرتك حصل حاجه ما بينك وما بين حد من اهلك، ممكن يكون في تميز شويه، يعني انت زعلت ان في حد ممكن يكون خد نصيب اكتر وانت اقل، ولكن انا شايف ان انت راجل محترم وشايف من منامك ان انت راجل قلبك طيب. حاول ترضى وحاول تشوف اهلك وصله رحمك وتتضم عليهم اكتر واكتر. اظن ان انت راجل محترم جدا جدا، وارضى باللي قسمه ربنا ليك وربنا هيحقق لك امانيك قريب جدا جدا والله اعلم. معانا ام حسام اتصال، اتفضلي يا فندم. الو ام حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو يحيى؟ اهلا وسهلا ام حسام من دمياط الجديد. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي تحت امرك. الامر لله. عامل ايه؟ مساء وانت طيب. والله بخير الحمد لله، كل عام وانت طيبه ورمضان كريم عليك ويا رب وعلى اهل دمياط. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. اتفضلي. انا حلمت حلم ان انا وقفت عندنا بكلم شاب كده بس انا ما اعرفوش، يعني حلمت ان انت طالعه في قصتها عندكم. انا واقفه على السطح الصبح عندنا ما عندوش شور. تمام. انا حسيت ان انا ايه وقع رجع لورا ورا عشان ما اقعش. تمام بس. طيب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. يا انت اخبارك ايه وفي حاجه مضايقاك اليومين دول؟ في حاجة مضايقاك اليومين دولا؟ مش كويس. طيب ربنا يا رب يبعد عنك، واحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى في المنام لطف بيكي وما وقعتيش من فوق السطوح او من فوق بيتك ورجعت لورا وقدرت ان انت تصلبي نفسك تاني، ده دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى استاذة الفاضلة ان ربنا سبحانه وتعالى ابعد عنك شر كان مؤكد
وابعد عنك هموم. يعني انا عايز اقول لك اسجدي لربنا ان ربنا يعني ثبتك، وان ربنا هيوقفك تاني على رجليكي، وان ربنا هيبعد عنك الشر، والله اعلى واعلم. طب اتفضلي بس اقف في حته فيها شبكه عشان اسمعك. طيب انقطع اتصال، ان شاء الله نتكلم تاني ونرجع تاني لرؤيه الحذاء في المنام. فانا بقول ايضا كمان رؤيه الحذاء للرجل المتزوج او الاعزب طبعا بتدل على زوجته، بتدل على الاعزب على عروسه عايز تقدم لها. كل ما يشوفها جميله، كل ما يشوف الحذاء جميل وشكله حلو بيلمع. معانا اتصال الاستاذ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وانت طيب يا فندم. انا يا فندم عندي طفلين بقالي 4 سنين طبعا ما بشوفهمش. النهارده حلمت ان انا ابني الكبير رحت له عند باب المدرسه علشان اشوفه، طبعا ان هو ايه ما بشوفوش ونفسي اشوفه. خدته ومشيت شويه في الشارع، وبعد كده حبيبي انا اخش البيت قابلت المسؤول سبقني علشان اطلع على الرد. انا كنت رحت على كده رحت على محطه اتوبيس ادور عليه وسط اصحابه مش لاقيه، طبعا لما لقيت عليه عايز يتغدى معايا ما لقيتوش. قلت له اصحابه هو عمرو اسمه عمرو راح فين؟ لسه ماشي حالا دلوقتي، حتى ركب مكان غير المكان اللي هو ايه بيوصله البيت. قلت لهم طب بالله عليكم عشان هو هتطلع على كلمه الرب ترنوا عليه علشان انا لو هو وبتاع وهو مش راضي يرد عليا. اتفرجنا عليه ببص ورايا لقيته فارش حته كده ونايم على المحطه وحته تحت دماغه. طب بسالك سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. انت فعلا ما بتشوفش اولادك فعلا؟ انا ما بشوفهمش بقالي 4 سنين. 4 سنين ولكن انت شفت المنام ده؟ انا شفت المنام ده النهارده ومضايقني جدا جدا، وكويس ان انا كلمت حضرتك. يا رب يخليك يا رب العالمين، تحت امر حضرتك يا ربنا. يا رب يخليك تشوفهم تاني وتلتقي بهم وتفرح بهم وتسعد بهم تاني وترجع المايه لمجاريها تاني يا رب العالمين. ولكن اسالك سؤال معلش لازم اساله لك، انت ليه بعيد ليه بعيد عنهم ما بتشوفهمش؟ عشان انا منفصل عن والدتهم. تمام، بس انت ليك الحق ان انت تشوفهم. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، بسيطه جدا. نعم. الابن اللي انت شفته له المنام ده دلوقتي دلوقتي شكله بيعاني من امور غير محموده. فانا بقول لك بكل قوتك روح له وشوفه وخده في حضنك وشوفه عايز ايه، وان شاء الله هيسمع كلامك، وان شاء الله الحب هيرجع تاني، لان عمر الميه ما بتبقى عمر الدم ما بيبقى ميه. فارجع تاني. نعم. هو عمرو دلوقتي حاسس بايه؟ يعني اللي عند عمرو ده ايه؟ هو دلوقتي عنده بعض الامور متلخبطه في حياته جامد قوي قوي، مش مظبطة في حياته، بيعاني من أمور مش كويسة. فتمنى من حضرتك اللي انت تروح تشوفه، لازم تتواصل معاه. حاولت بكل طرق، حاولت بكل طرق، لكن هم على كام رابط وانا مش عارف اوصل لهم. طب أنا, مش عارف. انا عايز اقولك على حاجة، انت في المنام شفته؟ انا شفته في المنام. طب انت تعرف لو انت فعلا شفته في المنام وشفت ملامحه و لا رافض يكلمني في الاول وبعد كده خدت طب انا ببشرك وبقول لك يلا روح الايام دي وبسرعه اتواصل، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فاتح لك السكه قوي 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 قوي، وهتشوف ابنك وهتحضنه وهتعرف هو عنده ايه. بس لو انت بجد عايز تشوف ابنك عارف تعمل ايه؟ نعم. التزم الفتره دي مع ربنا سبحانه وتعالى، واقعد صلي على سيدنا النبي كتير، صلى على سيدنا محمد. بص صلى على سيدنا محمد بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك تشوف اولادك تاني وتاخدهم في حضنك، لان الصلاه على سيدنا النبي يعني بتزول الهموم وبتاتي بالفرج وبتاتي بالفرحه. فصلى على سيدنا النبي كتير، ابنك هيرجع لك وهتشوفه. انا بقول لك يا استاذ الفاضل قريبا جدا جدا ان انت هتشوف ابنك، وابقى بلغني ان شاء الله وفرحني معاك. تحت امرك يا فندم، في اي وقت ابقى تواصل معانا في الحلقات ان شاء الله اللي جايه باذن الله، ان كان لنا عمر ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فندم على اتصالك. طيب يا جماعه هنرجع تاني لرؤيه الحذاء او الكوتشي او حتى شبشب في المنام. فانا بقول ان رؤيه الحذاء في المنام كل لما تكون جميله، كل لما تكون مظبوطه على رجل الانسان، كل لما يكون شغله وهو رايح يسترزق او رايح يدور على شغل، كل ما هيلاقي شغل، كل ما هيلاقي الدنيا تتفتح
قدامه قوي قوي لانها مظبوطه، لان دي اشاره من رب العالمين. طيب انا بقول لفي اخ كريم بيجي يقول لي مثلا انا مسافر متوكل على الله، سفريه جيالي رايح استرزق منها، رايح اكل عيش منها، ولقيت ان انا بلبس حذاء وجميل قوي 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 وشكله شيك وكعب عالي، ده انا بقول له روح سفريتك دي او شغلك ده، ده انت هتكون من الاغنياء، ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك في شغلك، ده انت هترتاح في الشغل ده قوي 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 وهتساعد الناس في يوم من الايام. اما لو كان فيها عيوب فبقول له حاول بسرعه تفكر، حاول بسرعه تسال الشغل ده فيه ايه، لان ممكن لو فيه عيوب هيبقى الشغل فيه عيوب. ومش لازم برضك يكون الحذاء لو انت مسافر او رحت تبحث عن عمل ويكون في عيب صغير تقول لا بقى، والمفسر يقول لك ده في عيوب ابعد وكلام من دول، لا انا بقول لك اسال، لان طبعا الشغل في تعب في ارهاق، ما فيش حد بياكل لقمه عيشه الحلال بسهوله، وبتبقى الامور متيسره للانسان لما يفكر صح. والله اعلى واعلم. معانا اتصال ام سحر. ايوه لو سمحت يا شيخ. اتفضلي تحت امرك. انا شغل ثاني وقلنا بشكل وحلمت اني قاعد على مسافه حاجه عاليه كده يجي مترين، وحد من نعم صاحبي بيتحط في الفراغ وعماله على صوت الكافرون، الكافرون عماله بتبقى قرر في ايوه الكافرون بتقرا صوت قرر فيها الحد. أيوة. بتقرا صوت الكافرون ايوه الكافرون بتبقى قرر فيها الحد مصير. وبرضه في نفس اليومين حلمت زي ما كنت بيقولوا ان في ابواب السماء تتفتح لو الحاجه دي نورت دلوقتي، كل الناس مشت وانا قاعده مستنيها لما تطور. اول ما نورت انا رحت افرغ كل ذنوبي ورحت اتقفل على كده، انا كنت نفسي اديك حاجات تانية وما لحقتش اصبر في يوم بس. انا دكتور تانية وبيننا مشاكل مع جوزي. انت معاكي مشاكل مع جوزك؟ ايوه معايا مشاكل، لان زوجة تانية اول مرة لما عرفت اخته ما فيش عندي خالص. هو متزوج واحدة تانية؟ انا زوجة تانية، هو لو انا دي انا خلفت اثنين. يا رب يهدهولك ويهدوكوا لبعضكم انت وزوجته التانية، يا رب يهدوكوا لبعضكم يا رب. طيب انا عايز عايز حضرتك تلتزمي، عايز حضرتك تلتزمي بالقرآن الكريم، تمام كده؟ ايه؟ عايزك تلتزمي بقراءة القرآن الكريم. انا فعلا والله ملتزمه بالقرآن على طول في اليوم ده. ما هو الظاهر باين المنام ان انت بتصلي كمان، وان انت انسانه بسم الله ما شاء الله قريبه من رب العالمين قوي، فادعي ربنا. ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو ييسر امرك ويزول هذا سوء التفاهم ما بينك وما بين زوجك، ويحببك فيه ويحببك ويخليه يحبك ويخليه متيسر الامور معاك، وحتى يعني مراته التانيه تبقوا كويسين مع بعضكم. بس انا عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا، رؤيتك ان انت تلاقي السماء مفتوحه وتلاقي ان انت بتقراي سوره الكافرون، انا هنا بقول لك اكثري من هذه الصوره، تمام يا فندم؟ اكثري من هذه الصوره قوي 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 قوي، وعايزك تدعي. نعم بتقولي ايه؟ طيب اسمعيني من التلفزيون وهجاوبك ان شاء الله يا فندم. طيب انا بقول لك هنا اقراي سوره الكافرون كتير قوي قوي قوي، لو تعرفي تقراها في اليوم 10 مرات 20 مره اقرايها، هتزول عنك شر الاشرار، هتزول عنك شر الاشرار، ربنا يبعد عنك شر اهل الشر. ولما تلاقي ابواب السماء بتتفتح وانت هتدعي، انا بقول لك دلوقتي ومن النهارده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك احنا في ايام مفترجه، ايام الدعاء فيه مستجاب، ادعي ربنا كتير قوي قوي قوي، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يصلح حالك ويصلح حال جوزك ويخليك تعيشي بقيه حياتك معاه في هنا وسرور. والله اعلى واعلم. المنام يلزمك بقراءه القران والاكثار في الدعاء، فان شاء الله يا جماعه احنا والله اعلى واعلم، فان شاء الله رؤيه الحذاء في المنام بتكون جميله جدا. وانا هقص عليكم حاجه بسيطه جدا جدا، كانت اخت كريمه فاضله كانت رأت في المنام انها بترتدي حزام كعب عالي، وانا بقول لكم الكلام ده عشان تخلي بالكم ان تفسير المنام قطعه صغيره رمز صغير بيفرق خالص في حياه الانسان، مهم جدا. انا من هنا بقول لكم لا تستهينوا بالمنام، لا تستهينوا بالمنامات، فسروا او عبروا من المنامات عند حد كويس، مش اي حد روح القى عليه المنامات. فهنا الاخت الكريمه دي بتقول وكانت شغاله في منصب كويس جدا، فشافت ان هي بترتدي حذاء عالي واسمر وبيلمع وجميل ولكن فيه ثقب صغير، فالمفسر قال لها عريس كويس جدا ذو منصب وجميل وغني، وفعلا هو كان ذو منصب وغني وكان اعلى منها في العلم لانه كان كعب عالي، ولكن انا لما سمعت الرؤيه
بعدها فترة قلت لها لا كان في عيب، كان مفروض يقول لك الثقب ده في عيب، الشخص ده في عيب هيتعبك، إن كنت هتقدري ترضي بالعيب أو تقدري تغيريه، إن كنت تقدري تتوائمي معاه في حياته كنت هقول لك ماشي، إنما كنت لازم أقول لك في عيب عشان تفكري ألف مرة بعد 10 سنوات بعد ما أنجبت ولد وبنت كان جوز كان زوجها معاها للأسف كان سيء جدا. سبحان الله، رجل ذو علم ذو منصب أهانة شتائم، عرف عليها ناس تانية، في الآخر إيه اللي جرى يا جماعة؟ طلقت منه للأسف علشان ثقب صغير في الجزمة، علشان ثقب صغير في الحذاء، علشان إن الحذاء مش مناسب لها وواسع عليها. أنا مش لازم المفسر أو المعبر لما يشوف المنام والحذاء في المنام إن هو شكله جميل أو حلو وكلام من ده أو لا، ده كويس، لازم أدقق أوي 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 أوي، لأن دي ناس ودول مسؤولين، وربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عن كل كلمة احنا بنقولها، لأننا احنا الناس كتير بيسمعونا، الناس كتير بيصدقونا، الناس كتير لما بنقول لهم كلمة بيحطوها في دماغهم ويتكوا عليها ويقفلوا عليها، ده المفسر ده قال أنا بصدقه، والمفسر ده قال بصدقه، فلازم أكون صادق مع الناس، مع إخواتنا، مع أهلينا، لأن طبعاً لما أنا أقدر أفيدهم وأوصلهم للنهاية بخير، لأن لما ربنا يدينا هذا العلم بيدهوني علشان أساعد بيه، علشان أنفع بيه الناس. انتهت حلقتنا، كل عام وأنتم بخير، انتظرونا إن شاء الله في حلقات قادمة مع حلقتنا أحلامنا الجميلة، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.